بسم الله. المستوى منسوب إلى معلم متعامد أويجي معلوم. ليكن دلتا مستقيما دا المعادلة إيغاك يساوي 5x ناقص 2. المطلوب في هذا التمرين هو إنشاء المستقيم دلتا، ثم بعد ذلك ستبحث عن قيمة A، بحيث النقطة K ذات الإحداثيتين 2A ناقص 1 و 3A زائد 4 تنتمي إلى المستقيم دلتا. يلا ولدي، خذ دفتر البحث ديالك وحاول ترسم المستقيم دلتا، وفي نفس الوقت تتعود تذكر الخاصيات والقواعد التي تعلمتها في القسم مع أستاذي، وبعد قليل سنناقش الحل معا. يلا حاول تفكر في الكيفية ديال إنشاء المستقيم دلتا وإلى ماذا تحتاج. صافي، يلا الآن نبدأ الحل. لإنشاء مستقيم نحتاج إلى كم من نقطة؟ مزيان، فعلا نحتاج إلى نقطتين. إذن غادي نسميو هاد النقطتين مثلا A و B. واخ لإنشاء نقطة تنتمي إلى مستقيم دلتا تخصنا نعرفو إحداثيتها، يعني نعرفو كم يساوي أفصولها وكم يساوي أرتوبها. إذن في هذه الحالة الأمر بسيط، غادي نختارو الأفصول، نعطيو شي قيمة للأفصول تعد عليك نجد الأرتوب. ولا بغيتي تختار الأفصول خصك تختار اختيار اللي يكون سهل ومناسب ويساعدك حتى في الشكل. إذن مثلا لنضع X يساوي 0، هذا اختيار بسيط. إذن Y تساوي 5 في 0 ناقص 2، إذا أردنا أن تكون النقطة منتمية إلى المستقيم دلتا. 5 في 0 هو العدد 0، ناقص 2 تساوي ناقص 2. إذا النقطة A ذات الإحداثيتين 0 وناقص 2 تنتمي إلى المستقيم دلتا. النقطة A، أعيد، النقطة A ذات الإحداثيتين 0 وناقص 2 تنتمي إلى المستقيم دلتا. إذن وهكذا وجدنا النقطة الأولى. بنفس الكيفية غادي نعاودان نوجدو النقطة الثانية، غادي نغيرو غير X، وكالعادة غادي نختارو دائما شي اختيار اللي يكون سهل. مثلا لنضع X تساوي 1، إذن Y تساوي 5، 5 في 1 ناقص 2، 5 في 1 هي العدد 5 ناقص 2 تساوي العدد 3. إذا النقطة B ذات الإحداثيتين 1 و 3 تنتمي إلى المستقيم دلتا. متفقين؟ إذا دروكا عندنا إحداثيتي A هما وإحداثيتي B هما، إذا يمكننا نرسمو المستقيم AB، والمستقيم AB راه هو المستقيم دلتا. يلا نتابع. هنا رسمت محورين متعامدين، هذا محور أفاصيل وهذا محور أراتيب. إذا نمثل النقطة A ذات الأفصول 0 والأرتوب ناقص 2. النقطة A غتكون هنا، حيث هذا المكان تمثل النقطة ذات الأفصول 0 والأرتوب ناقص 2. إذا A غادي نجيبوها لهنا، ها هي، هذا هو مكان النقطة A. النقطة B دائما خص الحدس ديالنا يسبق، يعني تكون تتعرف المكان ديال النقطة قبل ما تستعمل البركار. إذا عندنا مثلا نقطة B ذات الأفصول 1 والأرتوب 3، الأفصول 1 والأرتوب 3، إذا النقطة B كاينة في مكان ما هنا، ها هي غادي نمثلوها، هنا فين كاينة النقطة B. إذا إحداثيتي B هما 1 و 3، إحداثيتي A قلنا هما 0 وناقص 2، ثم سننشئ الآن المستقيم دلتا. هو المستقيم المار من B و A أو من A و B بحال بحال. مزيان، هذا هو المستقيم دلتا المطلوب منا. دلتا
هو المستقيم مار من أ و ب، أي المستقيم أ ب، ها هو الرمز ديالو وضعته هنايا، المستقيم دلتا. نمر الآن إلى السؤال الموالي. لنحسب أ بحيث النقطة ك ذات الإحداثيتين 2 أ ناقص 1 و 3 أ زائد 4 تنتمي إلى دلتا. مزيان، ما دامت هذه النقطة تنتمي إلى المستقيم دلتا، والمستقيم دلتا هذه هي المعادلة ديالو y تساوي 5x ناقص 2، إذن x سنعوضه ب 2 أ ناقص 1 و y سنعوضه ب 3 أ زائد 4. وضح ذلك. إذن كما ترى 2 أ ناقص 1 هو اللي غادي يعوض لنا x، ثم 3 أ زائد 4 هو اللي غادي يعوض لنا إيغاك في هذه الكتابة، فتصير المعادلة على النحو التالي: إيغاك اللي هو كما قلت 3 أ زائد 4 يساوي 5 في إكس، أي 5 عامل لـ 2 أ ناقص 1 عد ناقص 2. هذه معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو العدد أ، يعني 3 أ زائد 4 تساوي 5 في 2 أ أي 10 أ، 5 في ناقص 1 هي ناقص 5 عاد ناقص 2 اللي عندنا. ثم نتابع 3 أ زائد 4 نبسطوا هادشي اللي عندنا في الطرف الثاني، 10 أ ناقص 5 ناقص 2 هي العدد ناقص 7. الآن نعزل العناصر التي تحتوي على المجهول أ في طرف، والعناصر المعلومة في طرف آخر، محترمين القاعدة الأساسية: عند انتقال حد من طرف لآخر في معادلة تتغير الإشارة التي تسبقه. 3 أ ناقص 10 أ هي ناقص 7 أ، ناقص 7 ناقص 4 هي العدد ناقص 11، أ يساوي ناقص 11 على ناقص 7. العوامل عند انتقالها من طرف لآخر في معادلة تعوض بمقلوباتها، هذا ناقص 7 هو عامل، إلى جا الجهة الأخرى بيولي على ناقص 7 هكذا، أي أ تساوي 11 على 7، وهكذا توصلنا إلى القيمة التي نبحث عنها اللي هي أ تساوي 11 على 7. انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية صفاء مراكش.